بسم الله الرحمن الرحيم داوود يالكسو دوالا برنامجك لما قاع بحي بيان شو بيان شو حق إذن سوكت بين دونا أنيقو أه روضة على الشيق وحان مانت إن مرتال كان إيقو أه لبقف أو صوماليات أو آد أن نصيب أغيه لأن إن انترفيو كاقابلو إن وأحمد جوهاري أو أه تيتشر منتر إيو حاس كيسا هيبو عمر يذن أه معلمت إن برتا قبلها إيو لانيير يرير self confidence lessons كسود وهذا اللي بدي نبرمج كبيان شو ملونا جزاك الله خير مفروض أبو ما صدق سؤال شيء ذي أبوه رسالة عربي إن أني ويتي وحياتها هاي بالوحير نوقع معناه إن مارج كوحة أمي هاي إذن كو كفيرنا لنا عدنت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثناء لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ماريجكا أما جوركا محاويان وح إلهي سبحانه وتعالى وطلق علي بالآذنكو إن أي كسي جيران أو تركودو بقوسي صعود طفيرتودو أي كسي جرتو ساس درادد جوركا وطريق إلهي سبحانه وتعالى جديد وحكسه هرجيدا طريق أن صح أهين أو أه إصلا الله ماشو بلا قانون بلا حيرة بلا دين مركا قوركا وحالي لهذا سيدو أوكالي وقفك أو كقوري يعني كوريغي حالت إلى حالتك وحكسه وريغي نلنير نمدي مايا وحكى صورة سينجل لمادي كلي لمادي وحنا نقضي حاكل هذاي قف ده ما يسترن بوحة صدق قعد حديث النبي عليه الصلاة والسلام من تزوج فقد كمل نصف الدين قف جور سداي حنا ما يستري دين تيسي قيد كمله فليتقي الله نصف الآخر مرك جوركو رونتي وصلنا كونية وحي لهي وطلق سبحانه وتعالى إن أي دتخو أي 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 سميان وحكسو هد جيدا وحلي لهدو وظنوا لها شيئا بلا 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 سيدو روح لان قلبيت كأن جومنو إلا سلام الله وحقوقي واجباتي وحب أجر مركا قوركا للا عدين تمركا كفير إنه إلهي سبحانه وتعالى وحي إن فريا إن أن إسكور سنو إن قرابة ذي لبدلنا أنت يمادا سيد النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءكم من تقضون دينه وخلقه فزوجوه هديو يذين يمادو ويل رالكة تهين دين تيسا هي طبعا ديسا نقل تيسا وقورية قبل ناس قبل دينا يعني ويلش أنا لليه يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج إنك كرو بيلك راشنك provision كريرك وح لغوة الهريرك هجور سدو وحقوق يهاي كور كاسي كي إن ده أقول لابي عورضا وحفظني مركا from religious perspective وحساس ووح إلهي سبحانه وتعالى نغوة جيبيه أو قصب إني تدخو سمعيا lawful way ويهي مركز وحقا lawful way صحيح girlfriend boyfriend بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ان رمتي هرتوحان روضة كاقم هاد علينا يا يماتي قال نوت مادين ايا ما درفتي اي قيمين تعالى قيميني سينا نكرامي سين الهي خير خير كسيو جزاك الله خير ان برنامج كان قورك ايا قورك محوية هادا نصور نقضو قورك رمتي والا بقف وحشيسي وراليس كان نقطو اسكتي مدين وحوين ابو ريتان كي ادم هادانو نقضنا أو بلوغي بالآدم تنمي ذا أردن با إنسان كبلوغي سيا آدم إلهي مركو أبوري كلي إمكو دين وأود إلهي ما إنو أود سيا إسكو فلناشا سيا وحوال بينو سيا وإسكو نولا دا آدم لكن سن سنه إلهي أغو طلق لنالو شردن معها آدم وحال إلهي وأبوري وهلبو سمي وهل شور سميينا حاو أيين نقط حاو إلهي ودورت لا بحاول لو ما سمي
صدح لو مسمين إلى هو أودينه هالمر صدح سيء هالمر إنه لبصي لكن وهلك أوفي عن ولا بقف ويان لبدي قف حاو أيو إلى هو هلو بدي آدم حاو إلى هو حك أوري فادي آدم بك أوري فادوك أورين فاد وحوين حكمة أي كجرتو ذات كانوا عن جعل مركزنا حسوسية وحوين وفاد قلبك قا ميدك تمارت بدحضة والنها دشير فيها والنها إلالية فهذا بحلة كجرتة بويلة هيك عبور حاوة ما قرتين حكمة با كجرتة حكمة داس وحيتها أوريدي فهذا سمحا إلالي نيسا هل بوليه أو مهم سنة أو آدم لها وإنه سي قلبي يسي ماشو هديو كداو عما أو دمان لها أي إلالي نيسا فهذا سو إلهي كسو ساري آدم مكو إلهي فهذا كساري والير والير سوحي على رضا إن يربى لم يرضى بولي لأن مو دريمين حنون كي لا يضحي مو دريمين وحو أركون حاوة قرح بدون هرجوك تا ما قلتين وكفر حي وجعل هذي هدو دريمين لها بالي يلي حنون كي لا يضحي ونعي لها قفكا لأن حنون كي ساقي كصوق قضي ونعي لها مالك إلهي حنون بماشا مدح دقين إيا بين إيا مالك دب مدح دقين كلك أقوه الرسبة إلهي محو دح دقين قرح إيا وهل إيا ما قلتين إيا آدم وكفر حي marka guurku waa wax lagu farxo waa laba qof oo kelinimo ka soo baxday waa laba qof oo nolol cidla ah oo monoton ah ka soo baxday oo nolol waasac ah soo baxday oo heshiis soo baxday ya waa laba qof oo noloshoodii si dhameystiratay noloshaada qayb kala ah mar masuul baa laga yahay oo ilma tahay mar dhalinyar baa tahay oo wali aqaligaagi settlement ma noqono isku filnaasho maad gaarin marna waad horum marto waad gaadho isku filnaasho heer waxaad joogtaa aad mas'uuliyad qaadi kartid waa marka markuu qofku guursanaayo intuu xaaladaas ka gaadhayna maxaa la yiri nabiga uu calayhi salaam ha soomo qofka ha adkaysto oo ha soomo soonka ha badiyo baa la yiri ngarte marka guurku anuu waxaan u arkaa waxa ugu wanaagsan ee adduunka ka jira tarankii baa ku jira oo bilaadankii baa ku tarmaya faamiyadii baa ku xirmaya oo laba faamili oo isu qoon oo shaqo isku lahayn baa walaal noqonaya oo dhankana ilmihii adeer uga noqonayo qofkana ilmihii abti dhinacan uga noqonaya ma garatay marka wax badan buu isku keenayaa guurku society-ga dhanba wuxuu ka kooban yahay labada qof ee iskuursatay oo barato umbuq iyo yar yar oran lahaa waa maasantahay bo and waxaan aad ugu hadlay sida beautiful ka ee marriage-ki aad u tilmaantay oo wax dhibaato looga soo baxayo nasteexo looga soo baxayo nimcada ilaahay ugu qiimaha badnaa oo bini aadanka adduunyadu ku siiyey ay tahay laakiin taas waa wixii loogu talagalay laakiin reality markaan usoo noqono iyo dhaqankii to the point where kalmadan hadda romance-ga markaan soo qaadano oo Facebook-ga aan ka aragno oo dagaal weyn community-ga Soomaalida ka dhex dhalisay wiilasha Soomaali romantic ma aha gabdhihii you know romantic ma aha marka ma umalaysaa nimcadii iyo wixii wanaagsan ee lagu tilmaamay guurka inaanu fahmin bulsho ahaan oo romantikina aan bal aan u macneyno aan ogaano meesha ka timid ma western culture oo wax xun aan ka cabsanno miya mase waa wax macaan oo fiican oo diinteena iyo prophetkeena dhaqankiisa ah marka waxaan ku horeysiinaa walaalkay axmed ها جزاك الله خيرا وحان رنتي جعلان لها إني هيدا إيغو هر مرتو أقوه حيدا إن شاء الله ما شاء الله جزاك الله خير إن رنتي رومانس كوحان للي هادا هرطا قوم والبا وقتي جاي نوليين يا عصر جاي نوليين يسيد اللون نوليين هم بيدادكو شبهان كما بحان انتاس ما قرتي لكن أنوكو داد وحان هاي مسلمين داد وحان هاي نبي إلهي أسو ساري oo ku daynaa oo haysta rasuul dambe haystana ay ku daydaan marka wax walba oo maskaxdaada ku soo dhaca waxaad ka fiirinaysaa nolosha nabiga sallallahu alayhi wasallam nolosha asxaabta ka fiirinaysaa ku dayada nabiga sallallahu alayhi wasallam mid kasto ku daytan waad ku hanaanaysaa marka wax badan bay sameeyeen xataa asxaabtu khaladaadka ka dhacay iyo dhibaatooyinka ay sameeyeen annaka faa'iido noogu jirta waxa faa'iido noogu jirta xukun ba meesha ka iimaanayay aya quraana soo dagaysay wax walba dhacay ma garto noogu kala cadeynayo sida bayaanka aan barnaamijka ugu magac dartay bayaan ba meesha ku jiray oo waxna noogu cadeynayo
marka nabiga ilaahay sallallahu calayhi wasallam haweenkiisa siduu la dhaqmi jiray waxa romanska lagu leeyahay kelmadda ka imow ya wasida democracy democracy aad maqasha ma laakiin wax democracy ma la arka may demaka romans romans hala wado laakiin annagu waxaan rabnaa ficilki action kale yaa la rabaa action ku waa maxay waa qofki oo horta wiji furanka uu qaabila waa ismaayil ka yar ismaayil waxba ma joogaya waa labadaada bishimood oo saas yar tirahdi ومدينتي فعلا هو صدقه وقتي عنوية تبصم ها لوجه أخيك صدقه هذا دول عديس الولاركة يا صدقي كنت صدقه الأخرين أجر بأي شيء وإنت هاي ركشن كايا ولي كلمة ما تقولين بها ما قرأتي مركا وحويا إن محا هيداي محا كده حجر رومس رومس أو أفكا من لغشة طولكي قدها كم مرة لما ربا كان قدها كبوحان ربنا أو جعيل يكال جعيل ينحريس يا هذا الوناكسن يا كير دريال قف كيوم مضحى أتكو هيسيد أو تكفي كريسيد أو دون موجين يسيد كالقعال كالو قبتي سيدا دون تدقو موج سيدا الله ساد جعشا دقو موج لكن constantly وحال الربا ديلي إنا وموجي سيد قف كنجعال كالو قبتي مالين والبين هذا موجي سيد مالين هذا حلق قبتي مالين هذا بنان كيسكر رعدان مالين ما دربتي كربا هيسا أمبع أوليسا يسا كقادد مالين ما دربتي سوربريز هذا كنتيد مالو والبا وحير وحير كدر نلاشة مالو والبا لأن قف كل مرة بإنه ميل سأو تاجنا هذا وإنه هرو قاعدة طلابه مركو حلا هذا هاي و و و this concept is not a Western ideology معه ووح دينتين أي فرس أو في عن أو basically أي معنيه أي تايوان حريص يسقنس I think that's the two words or work I should be ولي بنا وصلت شبتي كلمة لها أم باكل الدوين لكن معنى هو مح ومودري كلمة ذا كسي في عمان هاي صنعة حتى والرحمة دي يا مودرة يا رحمة دو ويسيك الحير ديرين قف واقف أديكو حوجا جي قبا كتشعل الصدى أعطيكو كتشعل مرنا وامر أديكو ضعيفة وحالة ده بس بدي شيء استيل كتشعل اسكوميد ما هم وقتها يا ما أنت مركز جبر يرتاي ولا بتنجرتاي أو عروسيسي ده واحد كجرتا قرحتي ووين ليش هو صار يسال مريسا لكن ما كانت عرور دشي مركا مرتي حدو حنان كو دعه حدي وحسي كان نقضان حدي اد اكسيدنت قشيد او ديسيبل نقطي كور استيل وادي يوم سوما اسمات بدلين لكن الظروف تادي يي جركاغي بوحسك بدلين مركا كل كهور ما جركا لا غورسدي مس قفكا لا غورسدي نفتا كل كهور ما قفكا نفتي سعيا قيمه لهيد مس بودي جيسن باقي لهيد ما قرأتي. ما كا مثل ير أو واحد جرى إن الصوقة أو ضد كل وفهنسيو. وحلا هذا قفك بالآدم كا. هدي وخلق ليه إيك. أخلاق دول ليه ونكسن. واحد سينا يسا هال بوينت. وان بوهستا. هدي وروح ليه إبر أو قدر بالوري. محي نقطتي. تين بوينت بوهستا. هدي وروح دي وهستا ما مال هدول ليه هنا. زيرو كلا قدر. هندرد بوهستا. هدو نصب إيو ضد ونكسن كده شنا زيرو كلو قدر 1000 بوهستان لكن حلو يولي هدي ونك أدرب قريس محاسو هاري nothing وزيرو زيرو زيرو it makes no sense ما فهمتي مركا 1 محو زيرو إذا سوي قيمة كل هاي خلقي أخلاق دي هدي أخلاق دي ماشي كبحضة قروا حباكو ما تريسو مالو حباكو ما تري نصب كاب حتى وحباكو ما تري هدي ضد كابو في عين وأدو أد عاد صدام عطايا خربمت هاي وحبكم ما تريسو مركا كونسيبت تجو والله يستا إسلام هان ودينه هان والله يستا لكن صدق لو وض وضع معها حالته يا دحر كنا وحويا وأكشن ترو أكشن إن الله أكو وقفك إمباكت كله إمباكت هذا وقفك كوي على المسلم كا that's the main thing أنا ربنا كهذا إن شاء الله جزاك الله خير أنا وحكو دار لها كنتي meela badan bay hiba ka taabtay runtii marka aad eegto romantic social Sweden tala romantic ma western ideology miyami so ma raxti wax in style in our religion ya horta bila in jaylaga wahi ba soo dali ilaahay aadam yahay oo amr so aadam hayt raad jayl haasi mooy آدم يحاول جعل شيطان ما نحمد هاش تكون نقطة
jacaylkoogii bilaabay inuu isku daro. Waa garta maha. Okay, romance-ka marka waxaa laga hadlayaa waa naxariis, waa haysanaa. Waxaa laga hadlayaa waa waxsayn, waa haysanaa. Waxaa laga hadlayaa waa qiimeyn, qofkiina value gareysid. Worth person agtaada ka nool, waa haysanaa. Su-aasha aan isweydiinayo ma waxa maqan, ma aqoontii baa maqan, ma concept-igii baa maqan, mise waxaa maqan ficilkii. Wax kasta waan haysanaa, laakiin waxaa maqan dabaqaadkii, ku dhaqankii, khuluqay ka hadlaysajiru baa maqan, ku noolaashkii. Waxaan islaamka iyo diintu ay noo sheegtay mayana ee loo arkay reer galbeedka ilbaxnimo ay iyagu leeyihiin inay tahay. Okay, haddaa aad u arkay reer galbeedka inay ilbaxnimo leeyihiin, waxaa kuu diiday inaad ku dhaqanto oo waxooda fiican. Inan islaam ahaan waxaa layidhi alxikmatu dhalatu lmu'min, waxa xikmadda ahee wanaagsan ee fiican mu'minkay ka dhunsan tahay. Meeshuu ka helay isagaa uga awleysan cid kaloo dhan, hadda muuqaato ku dhaqmo, may qaadatay ku dhaqanto. Mushkiladu marka ma aha romance la-aan, waxa weeyaan practice la-aan. Marka ma la dhihi karaa in dhaqankii soomaaliga ahay ayaa dadku wuxuu baraya ama dhalinyarada inay naxariis daro iyo competition iyo is-ariiri iyo mataqaana meel oo dad qaarkood waxay dhahaan guurka waa jeel. Hadda ka hore ayba waxay dhahdeen shuqaansiga wuxuu bilaabdaa markii laysguursado, not markii mataqaanaabaaka la kala joogo. Waxay ahayd been kusoo xerageli runo ku dhaq, been kusoo xerageli lugoysmo ku dhaq, because run meesha ma taal. There was honesty. Honesty waxay kaa dhigaysaa qof fiican wanaag. Marka in lasii bedelo waxa weyaan rooda yiri qur-aankeena ilaahay mawaddu ku tilmaa iyo raxm. Waxaa la yiri aayadaha ilaahay waxaa ka mid a wamin aayaatihi bacda acuudu billahi min shaitaani rajiim wamin aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum tiyay nu macnaynaysay hibaha darto abuuritaanka abuuna aadan calayhi salaam laga abuuray xaawo fadhiisa aswaajan haween litaskunuu ilayha wajacala baynakum mawadda waraxma. Romantic waka jacayl iyo raxmad baa dhexdeena. Okay, jacaylka iyo raxmadda waxaa maaragtay fahma oo garta oo sameeya liqowmin yatafakaruun, dad caqli u saaxiib ah, dad majority u saaxiib ah, dad fahan u saaxiib ah baa samayn kara. Rasuulka sal alay wasalam waxaa la weydiiyey saxaabi saxaabada ka mid ah wuxuu weydiiyey nabiga, wuxuuna jeclaa inuu dabcan isaga tilmaamo mugta nabiga ilaahay yaa dadka ugu jeceshay. Eg, waa in public saxaabada lasla joogaa, rag baa lala joogaa, yaad ugu jeceshay caashaan jeclay waxaaskiisiya caashaan jeclay ha. Markaas wuu yihi maya raggaan ka wada aabaheed baa jeclay. Waa cajiib. Waxaa inoo tilmaamaysa sida oo kale sababtaan usoo qaadanayno haddaan isweydiino rasuulka maxaan usoo qaadanaynaa example. Ilaahay baa inagu yihi sal ay subxaana wa tacaala qur-aanka walakum fii rasuuli illaahi uswatun xasan, waxaa idinku jiraa rasuulka ilaahay ku dayasho wanaagsan. Isagaa macalin ahaa, isagaa romantic ahaa, isagaa lover ahaa, ma fahant, isagaa ina barayay. Even xataa saxaabadu waxay ka yaabeen nabiga ilaahay ma waxaadna baraysaa, even xataa iskadaa sida raashinka loo cuniysa loo seexdee, xataa sida maaragtay sariirta loogu ciyaaro. Oo saxaabi saxaabada ka mid a jaabir ayaa guursaday, markaasuu ku yidhi jaabirow ma waxaad guursatay gabadh lasoo furay mise gabadh bikiraad guursatay? Markaasuu yidhi gabadh lasoo furay guursatay. Wuxuu ku yidhi maxaad u guursan weyday? Allaa tazawajta bikran fatulaacibuka watulaacibuha, maxaad u guursan weyday gabadh bikir ah oo dee ku ciyaarsiiso adiguna ciyaarsiisa la ciyaartid yaa marka fasireen ciyaartaas sariirta keliya maa ciyaarta waa meel kasta, waa taystigii, waa fikirkii, waa maaragtay dookhii, yacni waxaa ka wada in wax kasta aad isla fahmaysiin ood isla jili kartiin noloshii waa romanski feeri ma garat. Marka romanska keliya ma aha wax siin uun, keliya ma aha inaad tidhaahdid empty word I love you, ma aha keliya, waa inaad ku dartid ficil action, waa inaad tustid
waxaa ka mid oo la tilmaamaa inuu qofku kaa fikiray kugu maqan yahay, kaa walwalayo. Walwalayo not in a negative maaragtay way, isweydiinayo maxaa ku farax gelinay, siduu kaaga farxiyaa. That is a romance. Siduu kuu raaligeliyaa si aad happy ugu noqotaa la joogiisa. Marka waxaad leedahay in questionka oo mudan in la isweydiiyo, ma ilaahay nabigiisu noogu sheegay inuu the best of examples inuu yahay, ma inaan raacna mase dhaqan soo jireen ahay oo qallafsan oo That's the best question. And then that would nicely bring us to our next question. Ha! Which is, dadka markay isguursadaan, what is the best way ay mataqaan iskula dhaqmi karaan? Hadaan ka boobahibo intayna gelin, waxaan oran lahaa horta waxa u baahan waxyaaba qaarkood in aan consideration siin. Number one, waxaan u baahanahay horta inaan barno, inaan ogaado oon barto. Waxaan u baahanahay qof kale markaan guursanayo, gabar markaan doonayo, ani markaan nin ahay gabar doonayo, waxaan uga baahanahay waa inaan aqaano oore. Not only maaragtay niidkii sariirta un, inta badan unfortunately, yacni dhalinyarada markaa la fiiriyo, waxaa jira temptation badan, difra badan baa jira. I consider, ma fahanta niidkoogiiyo baahidooda. Lakiin it's not only that. Guurku ma aha kaliya bas uun sexual fulfillment in laga fikiro, waa wax ka badan, waa wax ka badan. Waa inaan barto markaa qofkan waxaan uga baahanahay. Second, sideen ula noolaan doonaa qof totally iga duwan. Consideration waa inuu jiro my upbringing, tarbiyada dusay, see liisu koriyo, familiga aan kasoo dhex baxaystay, aabaha iyo hooyaday see u noolaayen, miyay isfuraan mise hooyadoo noolaayeen, hadday wada noolaayeen see iskula hadli jireen. How was their communication? Interaction, absolutely. Aniga markaa wiil ahay waxaa example ii aabahay oon eeganaya, oon daawanaya, because wiil baa aabahayna waa nin, waxaa isla britol sida aabaha noqo, gabadha sida oo kale hooyadeed bay eeganaysaa. Laakiin markaan wiil ahay waxyaaba badan oo dhaqankeenu dadkeenu ay ka boodaan baa jira. Wiilku hooyadii u eega laba siyaabood buu u eegaa. Wuxuu u eegaa hadhowto hooyadii iyo walaashii buu u eegaa, hooyadii iyo walaashii buu eegaa. Hadhowto gabadha aad guursan doonto sida hooyada iyo walaasha miyay noqon doonaan. Hadday positive yihiin, he wishes in uu helo gabadh hooyadii iyo walaashii oo kale ah. Hadday positive yihiin fiican yihiin, hadday negative yihiin ka cawdi bilaysanaya. Maynkiis waxaa ku jira may hooyo oo kale islaam kulul way dagaal badan tahay, aabbay khaati billaahi ka dhigtay, mid ka fiican oo ka duwan waa inaad heshay. Waxaan marka leeyahay waa in consideration la siiyo guriga ay dhalintani kasoo baxayaan ama labada qof ee isguursanaya kasoo baxayaan. Third point aan sheegayo waxa weyaan, regionka soomaali ahaan xataa aan ka imanay back home markaad degto from Djibouti, Ethiopia, Soomaaliyada weyn, Kenya. Okay, Soomaaliya laftigeeda ba koonfur iyo waqooyi iyo bariya maxaa ku rabay gobolada dhexe. Soo dadka waxaa leedahay in way kala dabeecado iyo dhaqan iyo bedelin yihiin. Yani for instance, maalin aan telefoon aan speech ku sameynayay ama teleconference, waxaan u sheegay dadka in gobolada laga kala yimiday jacaylka waxa la yidhaahdo, dhukashada waxa la yidhaahdo, waxa la yidhaahdo maxaa ku dhaday touching, istaabashada, inay ku kala aragtid weyn qofi inuu arkaba disgusting inuu yahay waxaad ka sheegaynaysa. Yani wax fool xun oo ninka weyn yaa ilaahay yaqaan naga aamusiyo mid oran midina ku enjoy garaynaya, wow, this is amazing. So waxaa leedahay aragtidiya kala duwan oo dadkii meesha ku sugan, aragtidiya practically, aragtidi iyo ku dhaqankii way kala duwan. Maldii kale markii qofkan gurigan goonida kusoo qoray ama gobolkaas nooc kale kusoo qoray oo dhaqanka duwan looga dhaqmo, markuu isaga reer noqdo expectationkiiaba completely different. Yep. Iyo another thing oo badanaa aan umalaysina dhibaato keenayso, in wiilasha markii la korinayo aan loo korinin
سببته مو يبقى له كله أسيق الليدر نقول كرنو رئيس مسؤول كنقول كرنو لكن نين ما ثقنا ما يعلق بديه وحكت له اسمه قبل ولا شيء لجهر مسيو إذا كان أسيق نفسي مسؤول كات هدول مركو جوري قطعوا هي expectsis wife إني أسيق مسؤول كنقطة أو وحكت الله اسمه الجوري مركو تكتي is already offended دم بيعلق قال ويلك مونيك انتو سرقع وان كله تقنى وران كرا ساسو كو بابا ايا ما قراتي مسؤوليات علوس باسارا وإن لو دياريا سونا مسؤوليات داس وإن لو دياريا تنكالا قوركو محوية هاي قوركو محوية إن مدركتي قورسن شدا باهيدا لو قورسن ايو سعيش هادي هوري باهيدا لو قورسن ايو هرتو وابا وابا خلط با وحلا فانسي يا وان كاهلي وان كو جعل هاداي جست حارتهم بالغة بقيهم كليا. أو حتى البنت يكسر حرق لينويا. ها. I think he just wants to know إنه قبل. هل مركان كده وواصلاس. مركو قان كده أنا استجيب ما. ما فهمتي. مركو حويان إن رجو weakness بدن بيقبان. weakness كبدن بيقبان كبدها بروحيه طبعا وأسطرة. مركو إنا نيك الله شيغا weak بعدهاي. you need قفكو أسطرة. you need قفكو help جريه. You need قفك كير جريء. You need someone. ما فهمتي. قف بعض باهم تها. مركا هذا وح قالي ما كده يصير. ما كده يلا يصير. قف رأيي. هذي ما أنت وح في أنا ذي ستي. مش أقوى ناقصن بعض دقي. ولي ما نصير في عن بعض ويلالين. دور جير بعض مالي تكون نقول شيء جينو مش كوي يالو تبي شهر. يا واسطاس. إنا مونتالي تيجي لقى بديلو يا مفهوم كي لقى بديلو ويا. رجو وح الأولي يا رجو. إن شهود دودا ما قبان كران ما عشان كريان لكن قبله عشان كران لبعض كيبا يسترونك قبلها وحوين رجو إنه ما كرسن كريان كير بعض ما يسكو سمين كريان ويدبنهن وهذا دبل قبل ديبا عاونس ويعاونسا ويعاونسا وحول بيسينسا سو هدون الجور هيرين وجور كوحفي عن القال يو أرق ده وكده اللي بريطاني وكده ليه؟ وين الجور كا عرقت ذا أو كقبة إني مهم الله صحوية. أنا كبرنامج شيء ذا وحي إذا كده البلها إن تكون العلسان مفهوم كا مجتمعين على الله صحوا. هذي مفهوم كا وصحبة وقطاسه جور كا وصعن. لباتونك حتى ويسكع لين ما قرتين. وهذا أمها سنتي عند سؤالش وحي هذا يوصل للسافر بين الكويتية وحتى رويل كمرك وقبل بينك سحر كليوم وحلو. وقيمها يصير النفس ديس وقابنيس أما وقافنيس ووسن أوجين وقبل دي كديرة أمرك المكهد لا إن وحدا أوفير سيد سماه وقت دقة جامعك وان ويرى we look down on that culture مرك هدي if you compare to ويلك سماه ده ويلك جامعك compare جريس ويلك جامعك قبل ده مركو بنانك صاحب إيميلات وكلية مقيمة لكن مركي فيانسي ليس نقط قيمة هذا حقوق كرو هذا فرق صوبرة حقوق متقن هذه حاس كيس نقطة قيمة كرو هذا فرش شال هذا أول شو وحومل اسم مورجج يو إسكودر سما يو كوميتمنت بدن إي لوف بدن عمش كصباح سومالي لك حومل اسم إني كومبليلي دي أوبسيت إني تان قبل مركي أودان أنت هو كله هذا مون كيس وقبو وعليه هي وفقه ولا بقوك لكن مركي حاس كيسان نقطة حمل إسا جندك على إنه لها أوردي وحواقفك يستدي كده بق أرداية وقيمها على ماها مركا حد وان أرجني أو فيسبوك جذا نري ردي وذا قيلنا حين قبلي سوماليات ويلش سوماليات مرة بعد ده كلا أجنبي ربعن أو مثلا جذا ليسيس كجيليان حلين specifically request إن يقف سومالي إيسن ربين مرك وو very dangerous because that could mean إن إنا متقنا جنسية دي سومالي إننا مش كودن هذا لو حوما ليس دبعت هذا تاس كانت إلا فيس كريم ولا ربو حالك وح أجين كركلك ساري حبلا سومالي أو ليه إنك حن
oo dad islaameed doontay laakiin qofka duu muslim la yahay xaq uu leeyahay qofka rabtiin ka guursato marka soomaa inay wiilasha wanaajiskoodi ee dib isku qabashadooda hadda inay bilaabaan si gabdhaha meel kale isan u aadin horta barnaamijkaas waxa weeyaan iyo waxaas way socdaan oo ingiriiska waad aragteen gabdho badan baa dad ajaanib carosaya laakiin wiilal soomaaliyeedna ajaanib way carosaan laakiin xisaabta iyagu kuma jirto ma garatay gabdhaha ka badan baa la yidhaahdaa maadaama gabdhuhu ka badan yihiin maxaa keenay shay kastaba sabab buu leeyahay without sabab gabadhana ma iska tagteen mar walba haddii la su-aalo waxay ka jeceshahay qofka soomaaliga ee kula jinsi ah ayay ka jeceshahay qofka kale laakiin waxyaalo qaarkood baa dhibay oo ka horyimiday markaas waxa ay rabtana laga yaabaa inay meeshan kale waad ka heli ay isleedahay ma garatay marka haddaad aragtid qof wanaagsan oo qof kale wanaagsan dadkan way wanaagsan yihiin badan image baad ka qaadanaysaa waad rabtaa part of them inaad noqotid ya marka laakiin wanaaga wiilasha soomaaliyeed ay qabaan inay muujiyaan weyaan inay soo saaraan inuu mujtamacu soo saaraa la rabaa wiilasha inay soo saaraan sidee lagu soo saaray wiilasha waxaa lagu soo saaray tarbiyo wanaagsan in la siiyo in mas-uuliyaddu waxay tahay la baro annaka jamaikana agteenna ma soo mareen cid kalena wax kuma darsaneen wiilasheennu hadday hooyooyinka dhalay welibana waxaan waa sarkal moogtahay saasay iskugu xiran tahay wiilkiibaad odhan muxuu qaldan yahay wiilku muxuu qaldan yahay waa tarbiyadii hooyadii aabihii baa sameeyey wiilkanu soo saaray oo mujtamaca kusoo daray waxaad kugu filan baa lagu yidhi dembi inaad mujtamaca kusoo dartid dad aan prepare ah dadaan ready ahayn dadaan ummadda mujtamaca wax fiicana kusoo ziyaadinayn ya khayrna waxaad ku helaysaa by simply adding to the society laba ilmood dhashay saddex ilmood dhashay wanaagsan oo runta sheegaya oo dadka si fiican ula dhaqmaya marka hooyooyinka iyo gabdha ah aabayaasha waxaan dhihi lahaa wiilasha awoodaha saaraan wiilasha haba yaraatay kaher lama geliyo lalama hadlo lama tarbiyade lama soo fariisiiyo looma sheegomaxaa soo socda had life inay soo socoto ma oga ya wax walba wiilku markuu 18 gaaro 19 gaaro even famigiisa ma famigii uu ka dhashuu mas-uul ka yahay hadduu aabihii geeriyoodo hooyadiibuu mas-uul ka yahay walaalihiibuu mas-uul ka yahay maskiinku waxa weeyaan nacam hawl culus baa sugaysa nacam waa qof jar laga tuuray qof aan lasoo diyaarin oo mas-uuliyaddii lagu sii dhexdaayay muxuu ka yeeli day wuxuu ka yeeli lahaa waa waxaan arkayna maanta gabdhaha soomaaliyeed anugu waxaan idhaahdaa horta ha ka fiirsadaa way qofku at the end of the day isagaa joyce kale 10 jeer mujtamacaagi ku societygaad ka dhalatay ay dhibi jirto haddana maha inaad u carirtid qof ajaanibah waayo ajaanibku muxuu samayn waxa weeyaan waxaagiio dhan buu la tegaya khalas waa qof tagaa tahay waa inaa consequenceka dambe la fiiriyaa raaxadan ugu horreysay iyo kelmadan ugu horreysay wanaagsan maaha u nolosho long life baa jirto oo labada qof ay sheer garaynayaan calafkuna meeshiisu yaalla laakiin anigu wiilasha soomaaliyeed baan markasta usoo noqonaya wiilasha soomaaliyeed markaan arko xaaladay ku jiraan wallahi waa disaster waa nacam rajad way yartahay aad bay u yartahay welibana wiilkii qalqaali noqda hore baa loogu dhisaa ma garatay ya waxaa la rabaa inuu ku dego guur muxuu ku degay gabadhaas miskiinta marka nolosheedii laga baabiiyey oo shal waxaa la inay reerkeedii joogtay iyada nafteeda isku taraysay oo reerka ku taraysay nin xunaa guriga loo soo geliya marka waxaa la rabaa every problem even ilmaha beri dhalan doona iyada inay xaliso marka waxa society waxa waa inay isku istaajiyaan sidii wiilal leaders ma la dhahayo dadkan waa dad xun laakiin tarbiyadii iyo koriskiia ka hadlaaday waxaan isleeyahay anigu runtii malaha way fiicnaan lahayd in la dheeli karo dhinacaas wiilkani iskama samaysmin siday runtii sida hiba sheegtay guriga kasoo baxa guriga baa wiilka soo sa mas-uuliyadda waxaa iskale guriga sida oo kale gabadhii iyada pressure baa la saara waa laga dabo maamadu way wareysataa way daba cartaa way isku mashquulisaa arrimo waxaa jira marka runtii aanan laga dhabari karin gabadhii hadday leexato ay meel xun marto ay wax xun samayso ceeb baa guriga usoo siyaatay laa qadar allah soo ma okay laakiin wiilka hadduu suuq qado
عيبتو سو زيادني ما لو جيدا عيبتو سو زيادني خير كو بريو كو يعني يعني شيك هذي شيك هذا كنتي مرار هرار وان كورني موقت ويل كلا سي داي بحي يساقو مارتي اما شو قاسي كوت المانا اما واحد وانتبا كوت المانا دي قرية اسلامية دو قالي قبل اخلو اه قبل دا دي لكي وان اشتا اك قبل دا هنكو اتقايسا فتكو دكتي صلاة ويل كنا محو وضا فتنو بات سي دي سي فتن مارك الله بضب واحد وباهين ان سي مارتي سيمان لو تربيه وحاك لو قدر الهو اللي بقاب داها وحاك الدلة كالصوني دو حين قابل دو هينيت بفتا هينشي هاي هاي كي الله الله هاي انا كان وحاك ايك تاني هاي يترا يعني هو مشكلة موت قابل ان دوخ مارك قاركود ان سترونج كاركتر ان الهين ودب موتا وانا قرية وضميتي وقرية قرية سوسايتي قوائي وقرية society ولا تقول شغل وقولي قولي يا سومالي هذا دو ولا أكسنا ويل هو أيضا أبا كبر له هو يدي أيضا مرك قاركود وحلو هذا جاي أبا ياشي هو يجيك دل نيرض وحي كم مرمان يكون ده ذا أنا كم مرة أنا مرة أبا يقولون أنا نكيو أبا يقولون أنا مرة ما حصل يا محرع ما typical Somali family. No, I don't look like that. That's it. Mara was also hard. I'm going to say deep down at the sea. See, show. I have both the mama yan. Aban marti careless. Aban supportive. Ahin. Aban makan intabalan. But why he didn't read it? Well, it's painful. It is. Me fan. Like what reality just. What reality I'm bahan nai. Ina fahamu. Kebagdina. An kafikar nasiyan ubadil lahin. Aban makan la shayga. وحق بهاي هي لفت جيسو إن لو عدا الفا حقوقي يا سو سمي ده كقار كود ما كان فيرس جرميش ما كان إيوه ده ضحى هاي ستيتس لو ده كي ما كي جوجي أو مرتين لقدم بي أو لقيميني هل كان بي مادي هل كان قيميها أي كل هاي المرتين باك بوم أفريقيا ويكو هاي then psychologically وحق كل هاي نيجب لكن تاسنا تسمى تاني مالديه كرا يدو نيجاكي شقلا عانتي ستيتس كي قفك بابا اي وحسنا هتاني اي جراء حتى ني قبلي اني سيفو ضد ولقب سنان كالتشر كي اداقن كي اي نقطان ضد ومتقان قبل هي هويوين ما كده هويوين كا اني ادبت بالنقطان الليست وحير لغة برتان وحير الميل عران وحير اني كان سمي اسبيبان whereas ويلشي حتى أبياشي إني إس كان نقدر لاكس إنه give up easily ما تخلنا أنا جوحان ما فهم سنة أو مركزو depression وين يدوات وين يكون شيء دعوة نكست level بقول تاعي أنت أنا جوحان سلاي هاي جودة هذا إمي قدرت كبروفيسور مركز research هذا لاش شيء تاني رجع يدوم كلا دوانا شهود وحصوق شا roles duties جودة أنت بدن وحتى رجال بيت كلفت يقول وح يكون ضاضي يعني إليهن وحنا دبي سيستم كان مودرنيزيشن كو ونا دبي محايا لي قرية ونا كساري محايا ربان تي إسلام هو أبو يري إني كسوان غلام وح إليهن رجع بروفيسور رضي وح كبر فيلديا فاميلي جابت له 50 سكي وح هاي مادر ننكرة وحوها بناك وبحين وصو مرتي وصو شقيني يعني هانت توصو سمي إيه هدي وحبو بريكيني يساقو بناك وها يدنا إن بيح لكن مو مودرنايزيشن كان هو دعي يو ديبك سوسايتي كو دعي and society كان أنك أونيمت وحيامي سميستان for example welfare system كا ووح لو قلت لك لو ضد كودي أصلا ما يستأنف دو قفك ليب بعوش قل عانا مجرى أم something أنت اللي بعتد كويس تو إن لو قف متغن نفسي سو لو قعوي سو أصلا اللي بعتد أصلا بدنا هوملس إيو توجو اللي بعتك على إيش نوصي جاي صح إيش لك safety net صح أنا كمرك عندنا safety net كي أنا كأني من والله استطلع كذي قلني it has nothing to do with the transition أنا وح سو لما دي كار in fact
قالدي يا بحو كل رقم سيدي مسلمين تو أبي إنتو بحو ريركيس أوسو الشقير وبيشتو أبي على دو حجرا إنجليز كو وده أكنا وان عرفنا مالكوس لعكتي هايستان لكن ربان المهود إيريركو ده إني بيشتان قبديه كو قصبايا إني عرقاتان مرك إن أبوزت كنا ويجرا راض ويجرا لكن ما بدنا هذا دو جراني وحالا دي كرا ليدر كنينكيا إيه مركز تنا ومرنا وإنه طفى هذا ومركز جبده هو يذا قلادات كشتو وديسيشن كأتكاي ويدو كحكمينا وقاطع مرني إنه very kind وهذا ومتقنا yes balance وحي أبو بدن so أنا لما كلها بيستجعن علينا and okay and رضا وحاجرته إنك شلا state بولها state بولها أفريقيا مركز لجو هل كان وحد مودا إن يدي لبدين وحد كتير عدو استقالة يعني كي نيبر هيك وهاي يعني بنك كان هيس كان دعيو ما حكى أنا هيس كان دعيو وحياة بضم على تريا وحكم إذا مركب فقطك وهوبين فاينانسك إيو ليرشي من بعض decision making و big factor or one of the مارتي find causes وين دقالة حياة دقالة حكم إذا أو أنا ركرو دقاليه مركب حا هذا صار قلي يسفهم الآن لبدي إن اللي يسفهم مينتاليتي قبل نسيبه وح أركيسة وفكرة نينك نسيبه وفكرة نينك وحالذي يا بع نينك أنا شايف إنه هرت عن كرسار نني منين هم كوريبا مش وانك يمد الصومالي ويكل دوين يموت نينك الصومالي كوس صار كوري كي يمد يغير كل هاي هالك ما تقضيع totally different mentality بولي وح سيد أكل عن كي ريسن نيكا هالكن كو كوراي اي اركيا نيكا اوديغان او رول موديل كي سامبل اكزاكتلي رول موديل كو يويا اسغنا نفس الشيء ديبتي اون باهيسات تا مودرنايزيشن كان ريكا هلا وحويا غبردو ماركا اي شقه تاكتو اي غوريغا كو سو لاماتو وحا دعا واحد يلاهو بارادايم شيفت غوريغي سو غالي اوريدي وحي اركيسا علمي باهيدودي أوذاي قلت لي إلمن كوجرا ما كموت باهيدي سي كيرنكي ما فريشانش. whereas نينكم حس مايا سيدنا مين كي دويت لندن سيمينار كان شيء هني قريه وصار قال أنتو باهي ما كوش خذا بنات هي مات لبدو دوي بدي نايدن موتة هي ده توش كده وقال كيرنكي بمر كيما إيك واحد عاي أوتوماتيك مارك تيشيفت هي ده كيرنكي مارك يكافكري يسوي مارك يكافكري relax how to get relax نفس أقول ضمي يا واحد ضمي لا أقول ضم كل دولة شاس كل دولة شاس لما فهم إيش كنا عبوك هنا وحنا وإنا هكا وقرو تي أنا هين ويلشة حد كوريا هلا بروح وحا بضتي دلني يرى الله إيش كنا نسوا قريا نسوا ويركي جوار بور ربع جوار ديني جوسي تي ربتا لا ما صار شيء كسر ما شيء لا ما صار ديار ما شيء ولا إيش كنا لا ما عندي أرسلين sheekooyinka waxa ka mid ah isla soo qaadnay qof license loo soo baray baabuur loo soo baray tiyuri waxa la soo baray license marka waxa ka dhigaya guri ya baabuurki u wadaa ya guri u maareeyay asal shuu diin awalo diyaariyo xulbi labadoodu ma yaqaanan leek labadoodu ma yaqaanan wala rashin ay karsadaan wala communication wala differences ولا ما حقول ذا responsibility أنت اللي أكتها حقوق ذي وحيل إشكلها وحاكروا اللي ذبوا ذا صاحبك influence كقولي يدو صاحبين لهاي يسبو صاحبوا لها ما قرر إسا وحاكروا جرا family in law وحاب جرا هذا أو مشكلة بدل لأن يا رب أنا أي شيء جاي قبل ده family جيدة هذا أنا قبل ده family جيدة بوسيم سكول ده بوسيرت قبل ده وحيل هذا هاي يا هو ويلكم هو يدي يا هي قانون إلى ودوات آت يدوين أو صومالي دي غيره بربرسي مركتاس محلو باهية إن أجين وعيقلين of course أو ضدك الله شاقل أدوار عنقاق واسوكوريس from now on هذيك وحواي والكياتا والمشرفة لكن نلوشي سي decision كيسي إلا عسي سوء مامولا لها إيو سي حاس كيسي ولا دقم وقوريكا لو مدينة مركة إن السيقار لو مدينة إلا عاونات بضانة لو باهية problem kay dalinaysoo waliba ma taqaan waxa weyn hal wixii waa laba family
labada qof ba team ba ka dambe nin kasta ba team kiisu haysta marka laba qof haday is qabsadaan waa la xalin kara Soomaa laakiin laba team haday is qabsadaan ka war waad we see ka hadalaysa we see ka group kala badan oo neutral ah loo baahan labada qof loo daayo waliba dhalinyartu meel dheer ma jiraan khaladkoodu haday maanta khaldamaan ma kala marmayaan u fiirso ubadka dhukan ku kare wallahi horta waa cajiib anoo kale way ka duwan yihiin wax walba way sameeyeen laakiin dhaqsiyo uga soo noqdaan hadii la isku daayo weeyaan iyaga hadii la isku daayo laba cishan ay kala aamusnaadaan baa dhici kartaa laakiin maanta saddexaad ma kala aamusnaanayaan waa hadii dadkan kale aynan soo faragashan marka wiilku hadii hooyadii ka dambeyso dee gabadhan hooyadeed baa soo booday ma fadhiisanayso ma fahanta wiilka hadduu aabihii ka dambeeyo dee gabadhan waa habay leedahay marka maaha meeshii field inuu noqdo maaha dagaal inuu isku bedelo battlefield inuu isku bedelo maaha waa inuu isku bedelo connection labadan reerood inay walaal noqdaan laakiin maxaa la dhihi karaa hooyada waa very strange wiilkeeda dhibka oo diyaarsaneen gabar qoortuu gelisay ama isagaaba keensadabu reeraa la dhisay they can see the benefit reerki waa la dhisay haddana reerkii markii la dhisto waxaa laga yabaysa hooyadii dhistay inay dudumiso marka maxaan dhihi karnaa hooyadaas mindsetkeedii iyo understandingkeedii noloshii masee loo fasiri karaa waxa weeyaan ayada laftigeed kharashka way bixisa uuna guriga way diyaarsan uuna ma fahansana guurka wuxuu yahay inankeegu inuu nolol kale samaystay ma uu arkayso weli waxay maskaxdeeda waxaa ku jira meesheedii uu joogay siday u maamuli jirtay wixii oo dhan marka even hadduu ka maqan yahay inay halkaa ka maamushay rabtaa waa hooyooyinka khaldamaya weeyaan maa hooyooyinka aqligooga isticmaalaya ee fahmaya waxaan burburku leeyahay reeruhu garanaya ilmahan yaryar hadda more than 1 year lama joogaan dhalinyarto ya within a year ayaa waxaa ku dhacaya baaba reerihii oo dhan within a year way isfurayaan dhalinyar badan oo waxaan garanaynaa dalqadii labaad marayso tii saddexaad baa hadhay so that waxay taagan age bay joogaan hadday ta saddexaad ay dhacdo finish labadaa qof nolol dambe kama u taala meesha marka maxaa gaarsiinaya waa mostly waa faamiyada marka waxaa leedahay labadii isguursanaysa waa training la siiyaa oo xuquuqda isku lahay la baraa dadkii reerihii dhisnaayo in looyaashina iyagana waa in la baraa trainingka laftigiisa qayb ka yahiyaga ma soo baranin waa iyagana in la baraa sidii ay mataqaanaa positionkii hadda ay reerkan cusub ay ka joogaan siday mataqaanaa interference iyo dhibaato kale u keeni lahayd waxaa dhacday rooda yarba maandoodii soo bacay runtii khayr allah siiyo waxyaaba ila sheergareeyey senaariyoga maa kamida hooyo wiilkeedii u dhistay hooyada wiilkeeda marka u dhisaysa out of her own choice ama idea ma ahayn hooyadani waxbay leedahay saaxiib bay leedahay dumar kale ku dhex jirtaa dumar kale wiilal iyo gabdhi iyo waxbay leeyihiin waxaa joogta kind of heblaayad way samaysa aduguna samey hebel baa heblaaya samaysa heblaaya samaysa heblaaya samaysa tirin tartan marka dumarka qaarkood tartan bay ku jiraan ayadoo tartan ku jirtay reer bis maladaaliya waxaa layihi ninkan waa la keenay gabadh baa loo dhisay gabadhu way ka firfircoon tahay way ka karismi leedahay way ka karti badan tahay isagu waa iska miskiin hadduu doono ma yaqaano how to make a decision ma fahmi marka maxaa dhacay gabadhi waxay ku tiri laba cisho kabacdi warniyaho waxaa loo baahan yahay lacag soo qaad miskiinka muu shaqaysta lacagintaalag baa loo baahan yahay way u dhibtay wa u geeyay maalintii saddexaad laba jeer markay u dhibtay maamadi lacagtii u geeyay lacagtina gabadha qaraabadeedii iyo dhib iyo faamiligii iyo waxba baa loo yeedhay mugta ahna wax tirad soo boodboodniyo ken maalintii saddexaad islaanta waxay tiri kaale adiga iyada wax kama soo qaatay ma anigu baadiga kuri ayagu soo tahooyale baad ka soo qaadi intiyo letter maxaa ku dhadaayay direct ah oo literally ah soo qaaday ku yihi kaale adigu waxba bixisid
أنا وحنا جينا كان هذا هو هاي لبطلة هالك جالسين إيش أقول بركة محوية هاي إيش أقول مجرى وين تفيرنس كأن كان لينوا ما لي دركة أو أني هاوس كان هو يدي سنما كان حاس كيس سنما وحال أرك سمر البطن إن قبلها إن جورك كجرو أما كو جورك ولا بابا أي بطنة دعوة أي سارن هو يوينك ما أدري إنه مركي مركه في رصيد أد بس قف يقف وإسلام أو مرة ليك كرقف كان وديما ما همكت وهيومن بين مركي أد في رصيد مرة ليك كرا خويضة إن شاء الله مركي إذا يريد غير سودة قنيس نلول مرة سين إذا قوني وإيه إنترفيرنس كي لباتة دي إن محل لها حنكي وحاس إيه لبكا سين ما كو عشة يكسو كرسي بره مركي ويناتو subconscious اللي إذا نفس same behavior سعني ساتينك مرك محل تاسو جوجين كرا مثل هذا مساجد جد يقط بضة إيو sister circle كم وحيالات إنتل وقصو درو هو يوين كلا ده بال شال مرك عادي كرير إهاد حنون كا صار مرتي إسكو ده دي بسو حسو صو إيه متى خان حوجا least than you know as a human أهان بل دي بسكو نقو مثل هذا تاس وحوي وحوي تلسه. أرتا قفك بالآذن كدباتو صامرة. إذا وكفوا هذا أم بوريبروديس جريا. الله ما داسن بصني. هدي هو يوين كدباتوين كوهرم نلال أذك بيدتكني صامرين. إنه إيه إلا نحنا يويان يجا. كما هلان وحس كما هلان جورك جورك هلو دس دليرتا لودس ويا بالا سواش دليرتا لودس او 17 كي 16 كي اب تو 14 با اركني لو حرينيا 14 مخو جورك مخو كيقانا 14 16 17 مخو جورك يقانا وحكا ما يقان نعم والما قد هلاقيس ما قرتي مركا وحا ويهيان ما هلبد قفيس جورسنس وحا لا تربيدينيا والما وحدان ولا بدي فاميلي مجتمع وانا ماشي وكل يطلع باراويان او لغا هادلو مساجد قطبده هو غيني كوسو درسدان جمع اول باي كهلان هو يوينك ديباتوينك اي سمينه ابوينك ابياشو ديباتوينك اي كو هيان فاميليه مويو حره قبل ديد رير كده ديسس ويل كده رير كيس بربورينا قبل دي ولاش سيستر كي لو اي خير ترير كده انو دسمو جيرو وما تخانا باش باشي برواخ كي ولكن بربرني وحاول ليس عنك إن صص لسك جدا وريجا وعرمه دي بعد تدا سمعتي قبل مركز لقاه جورسدو بدن كويين كحي كده دهان قبلين جورجي بيجوت صبر إيش داف ما أنت داف دي بعد تدا هذا سوق اللي دابا قبلي وح بدن بيو صبران وده بالستاندر سما المه ويل كأها إيرداشنا وحويان مساس على بيجوت ويعب بوديس قلت أيه ده جوابيس أغلق كلمة marka waxa weeyaan inay u naxdaan la rabaa wiilka ina wiilkan gabadho qabo waa gabadheedii oo kale ya gabadho baba ana ilmaha ayeeyadu waa hada baba ya baba ay so dib kama leer waa normally waxa ay qofku ugu naxariis badan ee adduunka ku nool inay noqoto laakiin shaytaan kiba meesha jira jahli kiba meesha jira waayi la anti ba meesha jira weakness kiba meesha jira society ga nusa nus iska kharibana sidana dhaqmeey jira all these factors marka la isku keeno wuxuu dhalay de qofkan bilaaban kii waxa istaray garanay oo dhalay ee baabi inay hooyadii haday barreerkii wiilka ay dhashay ay ku nabad gali laayay day maxaa kala hore wax kale oo meesha hooyadaas u yeelo wanaag ma jirto marka waxaan oran lahaa anoo ku soo koobi lahaa wacyi gelin badan wax badan masajido kala wallahi masajido waxa ku mashquul san yahay lama yaqaan waarun inta way qeylinayaan laakiin culimadu si feer uga mahadlaato digeedan fairness inay ku daraan baa la rabaa inay si fiican uga hadlaan baa la rabaa inay diyaariyaan inay ku booriyaan ay ku waaniyaan dhalinyarta inay shahaadooyin soo qaataan guurka u macneeyay waxay tahay kursooyin soo qaataan booyinkii waxdana umalaysin loo sameeyay tailor made for only women ina raaliyat ina sanat ina kanat what about the leader kidna ilo bisa qofki miskuulka ahaa waxa weeyaan sheekh maalin tafsiir sameeynaayay oo quraan hadiiska tafsiiray waxa weeyaan
عائشة رضي الله عنها مركي نبي قرها عيسو وحلو لو قدس يجرى أور كدو شيسا أقل ير تين دير تين داير مقع ميلا ده لكن أفصو مالي مقع مالي مركو ترجمة كلمة بقوايا وكو يراه تين داير وكو شيخي ولي هذا الكيس وحسوس الحوري قبدها بجوري أنك وان رهرنا لكن ما كرامينو دادك كرامية تين داير بسير حال كاير بي فريسيستين ماشا يربي وصارنتها لكن أنكو يجعل رنا بيه بيسدد علمه بيسدد مد بعلاش كوسدد مد بعده بركو سدد وقربت كبيه سدد حابد يبيسدد أديج يبيسدد وحابد يلا أنا دكوا أديج من لقو دي بس وما أدي لقى كهني وحكم لقو كهني بركو حويا دباتي كده هواي كستصوم على المركات لقي ستيد أما أو المصو كرتو كرتو والله إذا تسدنس أشيء بس هي ولا إسكاسي ديسكرات برينس نود كورك إنه رحمة إيو هي ذا مال بروتكشن لو بس مين هما which is very sad absolutely أنا حكوت أصلا لها قبل كم دينا ما رينا كنتي وح أباهن إن ريفيو لو بسمعي لو عطاك سنة لو صار نافقة صومالي دوبل بسلا ما حكناش ما هي ما أنا أركي نعيش إيك ما هنكبو دينا خوف كان صومالي أن روشي سي قريب كم ذا بقط أنا حس لي صومالي وهذا أفك كنتي هذيك وهاي جيف أب جرين أو مارتي وذا مينتال إن قلنا هاي مارتي جل مجنون كبو حلي هاي إنك استوى سايكولوجيستي أشو أي ليه مارك أي لشيء كستان certain level أي جرت أو مارتي mental illness أي جرت أو كرت ما قلنا شيء circumstances حالة ضغط و pressure و stress depression نقضي ده تنين سكوب دلي مارتي mental illness مركا وحقر الله هذا كان كنتي تدكو حقوق بهينه إن لون حريست مركا قربت لو قرابه إيه لما ورجته قويني أبيه لما ورجته هذا ورجته وفرجته نكست بحكا عشا كيني sad story نكست بحكا عشا كيني unhappiness نولوشي سيئن ومارتي حبك وهين كنتي أو حريري يمارتي أوذيكي إسلامي لفت كودي ويس هستا إلميهم حقوق رياء وكونستنت struggle محامركا ماشا كما كان وحكما كان حريستي دينت وحكما كان صبركي وحكما كان فهنكي وحاني إن أي دباتتها إن أي trial إيه امتحان إنك إني لقب صداني فهمان أي راديان ماشا نوصع الله ماشا إن للراديو مشكلة فيس قريس حالكي دي سيادوها انت انا حركي هنا انا نقرنه بس اقوى انا عمركي اتفشي لها وين كده تنبيه انا لايك وانا we been oppressed الى يسيدو نوتر قال ما حري you know وحن ما واحد جرى ما سو قفكي اسابا كوشي غير دبكي سو وان دغيستا لا اقبل اكد سولوشن اوف هم قرشدا سولي من وحي كانسانيسا وحي ماشي كساريسا ان شالاي تدن او غدنبيساي كبار بان ملك قاد استيش بانجيني وحي تري ان بروبلم ير باي هاي استحق نكيغا لكن مركز تو وحي يقول هذا مركز مش يقول دباتا داس نغدا قبدها كلبا ساسي كنولي ساسا لغو نولي هي قبدها ودم بس دبتا سي كجيران او غيران هي دبتا مي اقل حمديسا لكن وحي ما كسي لا هي هاي ومضد دن ساسي كنولي هنا ادكيسو تو كوبي لها اون كلمتي دي كوسو خير لا وحا ويان إلا خرت خيرها كاسي أديك يتيم ككل شقينا يا وحيالا بروموشن كاس على وبهني إن أد لوفا في أد لوفا في يوتيوب كلا قليو فيسبوك يدا لقى شو مجتمع إن نو إنا لوسو جيستا وحبذان با وحيالا كلا لقو مشغول سنة دولة الصومالية منستر ريدي ذا وحيقة نو ما فهمتي وضن كان سيد لوغو نولي هاي وحبارشة لكن فهمي اللي قولي لو مسو جيسن فهمي اللي قالو سو جيستا نورا لها أنا لا أسكو كاشرة. دتك أوتوريتي جا هايستانا مسؤولية باكسارة. وهاكها الله أولويس. وارونتا. أنا واحد رجل هارونتي واحد أباهين دتك إن أي واحد برتان. قانتو نن سؤالشن مرة وين أنا ودي هذا قارن دتك وأنا ودي. مركلة جاها الله يكوريا. إنه قفكو واحد نقله هدي وكلتيشن يهي هدي ومارتة أكاونتن يهي هدي و أسحري وجارن ويهي وحصام مرة مارتة سيرتل أو بروسس إدكيشن أو بروسس وصبر لكن مجرى ولقف أنتو يلي بروسس بعد مرة يا
أو 1 2 إذا ما مرتي waxaan gaaraya from A to Z aan ku barto sida aan u noolaan laha qoyskayga. Marka in Ahmed iyo abaayo hibo aad iyo aad aan igu mahadcelinayo martiqaadka ballaaran aan sameeyay maanta. إلهي أجري حسنات آد وفضل الله نيجسيه إن شاء الله تذكر حوشي هنا إن قرص كثميثين Happy Marriage Academy إن ما تقعنا آد promotion آد اسكوح القاسرتين إن تذكر صوماليات ولا لهين إن وحي آد بارتين إن يمكن روشين كماريسين أن أقود بسان أمضي يدو سي ما تقعنا إي ولا تنمى إيكالكا عالكو ديهان ين حريس marka insha Allah waan ku soo dhaweeyneena waan nilo wada shaqeyn doona kulligeen waxaan programkan iyo aniga iyo dad kulaalay la shaqeeyay waxa ta in ummadi su'aalaha adag inaan soo weydiino si aan u noqono ummad runtu isku sheegto hore u socoto in daawadiyal waxaan igu mahadcelineyna waqtiga programkan nala qaadateen in waxaan mahadleeyaa Ilaahay iyo hibo iyo Sayid Ahmed يا أحمد أو تكنيشن كأي أو ما ترى لو تعلم إنه برنامج كان توبه إنت كان يومي لما البرنامج كان إسكولا كل مدونه حنديله السلام عليكم ورحمة الله.